يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة ألف جيرة في برنامج فوالة. إن شاء الله اليوم بتكون فوالتنا غير ويا ضيوفنا المميزين في حلقتنا اليوم، وبنبقى وياكم ساعة ونص على الهواء مباشرة. وأكيد زميلتنا اليوم سهامة بتكون ويانا في برنامج فوالة لأنها في إجازة، والحين بمسي على زميلتي عواطف. يسعد مساك عواطف وخالاتي أيضا. رب يسعد مساك يا مروة، وطبعا مكانها خالي سهام فعلا. اليوم إن شاء الله باكر بتكون ويانا إن شاء الله يا رب ويكمل العدد باكر. ربي يسعد مساج. واليوم بقسم التراث بنتكلم شوي عن مصادر الرزق. قديما الحرف التقليدية يمكن كانت هي رزق أجدادنا قبل. مصادر الرزق كانت شوي صعبة على بساطة الحياة، لأن كان في صعوبات كثيرة بسبب ظروف الحياة قديما. احترف أهل الإمارات الكثير من الحرف لكسب الرزق وللمعيشة الكريمة. رح نتكلم شوي عنها، رح نحاول نسأل خالاتي اليوم عن مصادر الرزق قديما بفقرة التراث إن شاء الله. رحبي بضيوف عواطف. قبل بل نرحب بضيوفنا عندنا الجيمات. احنا الجيمات اليوم دبس زيادة الله يخليك اليوم. نعم مستانسة عشانك اليوم. أو بعد سيها مو موجودة باكل بروحي يعني. باكل عني وعني وعنها وعنت بالعافية على قلبك. والحين مشاهدينا بنرحب بضيوفنا، ومن الفنون اللي تحول نصها المكتوب إلى عرض تمثيلي ولها أهداف وغايات معينة يسعى لتقديمها على خشبة المسرح لجمهور كافة. لذلك وصف المسرح بأن مدرسة الشعوب. بنرحب ويا بعض بضيفنا الممثل المسرحي مشعل مال الله. وضيفتنا الثانية اليوم دخلت عالم التمثيل بدافع الحب، فشقت طريق النجومية بأعمالها وأدوارها المختلفة وموهبتها، وتألقت في أعمالها الدرامية عدة. إنها الفنانة الإماراتية عليا المناعية. هلا ومرحب فيكم في برنامج فوالة. مبارك عليكم الشهر. مبروك عليك وعلينا يا رب الشهر الفضيل. يا هلا ومرحبا فيكم. مشكورين على الاستضافه الجميله وعلى الاستديو الجميل هذا. يا هلا ومرحبا. ما ادري اني عندك نسلم عليك ولا نقعد على طول. حبيبي مبروك عليك الشهر الفضيل يا حبيبتي. هلا مسعد تفضل. ايش حالكم؟ ما شاء الله ما شاء الله. اول شيء احب ارحب طبعا ايضا انا بالمشاهدين الكرام. مبروك عليكم الشهر الفضيل هذا، ما تبقى من الشهر الفضيل نقدر نقول عنه، دخلنا الاواخر طبعا. نحن الله ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال باذن الله تعالى. واكيد احب ارحب بزميلي مشعل مال الله، زميل المهنه، زميل مجال الفن، وما شاء الله يعني الاستديو منور بالستايل الجميل. منور فيكم حبيبتي كريسمس. فعلا يعني ستايل جدا جميل وراقي مودرن على تراث، يعني جدا صراحة شيء ياخذ العقل باذن الله. حبيبتي اهلا ومرحب فيك عليا، ويا هلا ومرحب فيك مشعل. خبرونا قبل لا نبدا باسئلتنا لكم، خبرونا عن رمضان وايام رمضان والاجواء العائلية. شو مشعل تبدي انت مشعل شو ليديز فيرست يعني طبعا مثل ما يعرفون الكل يعرف طبعا الاجواء الرمضانيه هي يمعة الاهل. صحيح. الاصدقاء، الاحباب، الاهل، الاقارب يعني والجيران، يعني هي فيها اذا بنتكلم اكيد يعني ما قبل والحين. نعم. يعني في اشياء يعني انا لحقت على العقدين، العقد السابق والعقد الحالي الجالي يعني الحين. ففعلا يعني في هناك اختلاف كبير. اللي عاصرون الجيلين او العقدين هم بالثمانينات. طبعا انا هي بس هي بس بالثمانينات. لا لا هو بالتسعينات ترى هو بعد. لا تقول بعد 2000 وانا ما ادري. عقد واحد يا مشعل. ففعلا يعني ما حد بيخالفني الراي، يعني ما حد يختلف عليه اثنين ان في اختلاف كبير قبل والحين. نعم. يعني قبل اكيد كانت هاي اللمه والشمل. صحيح. يمعه الاهل، العائله الكبيره مثل ما يسمونها يعني. حاليا صار عصر التكنولوجيا، فعلا ما لنا غنى عن عصر التكنولوجيا. نعم. والسرعه هذا لابد منه، يعني احنا والانشغال والانخراط في العمل. طبعا. وفي يوميات الشخص يعني. وغير انه واحد يتغير جدول نمط حياته، ايام رمضان صيام طول النهار، عقب الواحد بي بيشوف شو صيام طول النهار ونوم. والله عاد شوفي اللي ينام هو اللي ما عنده دوام. صح. بس اللي عنده دوام مصيبه. لا بد لازم يكون في دوامه متواجد ويؤدي مهام عمله على اكمل وجه، حتى لو كان ليش قالوا عيل ان العمل عباده والصيام فعلا. عباده. صحيح. فسبحان الله لها اجرين يعني مثل ما يقولون عنها. المايك لك يا مشعل. عندك لعبتك ترى، لعبتك انت في ملعبك الحين. لا خلوني اتكلم. لا لا هي في ملعبها الحين.
الحين ننقل الكره من ملعبها لملعبها. يلا لملعبها هي عندها الساحه. ها تسعينات يعني ما عندك معلومات؟ لا عندي معلومات اكيد. خبرنا شو رمضان والجلسات العائليه. الشباب طيب تلفين يعني. احنا غير عنهم تلعب يعني. كره في كوره واجواء رمضانيه حلوه يعني ويا الربع ويا الاهل. ما شاء الامور الحمد لله. شفتي الفرق؟ اي طبعا. هني الاهل هني اول شيء قال الربع. الربع طبيعي والشباب طبيعي. الشباب طبيعي اول ما بيقولون بيقولون ميالة بلاي ستيشن ماخذينهم كوره. الحمد لله الاجواء حلوه يعني. الحمد لله. فاكيد جميل يعني تعرفين في هالاجواء الرمضانيه الواحد يعني يسوي لك ميالس حلوه، ميالس الحريم، ميالس الشباب، حتى عيالنا اليوم يعني مفروض نفهمهم ونثقفهم في هذه الامور. نعم. ان كيف الواحد في اليلسه الرمضانيه ما ياخذها يعني انه خلاص انا برقد وبنش وبلعب وبسير السوق ولا المولات ولا واتيفر، يعني هو بالنهايه شهر عباده، يعني حلو ان الواحد تعرفين مثل ما يقولون الواحد يعطي وقت حق هذا ويعطي وقت صحيح ينظم وقته وفي نفس الوقت طبيعي. يلقى يعني وقت علشان العباده اكيد اكيد صحيح عليا تألقتي في اعمال تلفزيونيه وايده الرد لي 2010 يعني تقريبا 9 سنين أكيد. لاعمال طماشه احلام سعيده بنات شمة كيف كانت التجربه خبرينا اكثر بدايه التجربه كانت فعلا اول مره اخوض التجربه انا قبل 2010 من 2009 كنت في احد القنوات متعاونه اشتغلت كمراسله متعاونه في احد القنوات الاماراتيه وسبحان الله حبيت الكاميرا يعني لا اراديا شفت عندي شغف على الكاميرا عندي حضور على الكاميرا يعني قيمت نفسي مثل ما يقولون مع اني ما كنت حاطه ببالي ابدا انه ممكن ادخل مجال التمثيل او مجال الفن صار ان خطيت الخطوه فتحوا لي يعني جزاهم الله الخير بذكرهم بالاسم الدكتور حبيب غلوم الاستاذ احمد الجسمي الاستاذه سميره احمد اوجه لهم طبعا تحياتي لهم كانوا هم فعلا اللي اخذوا بايدي وحصلت الفرصه اني ادخل المجال جدا حبيته قمت اشتغل على نفسي حسيت انه شيء قالب جديد شيء مختلف تماما ولكن حبيته حسيت نعم. ان انا عندي هذه الموهبه والقدره ان فعلا اعطي هذا المكان هذا حيز كامل نعم. فاهتميت في المجال هذا نصحتني سميره احمد ام احمد يعني جزاها الله الف خير ان عليا جرب المسرح المسرح ابو الفنون راح يقوي من طاقتك راح يقوي من مهاراتك الفنيه انت كممثله لك كاريزمك ولكن خلي هذه الكاريزما بعد وثقيها ووظفيها في مكان المناسب وفعلا اخذت بكلامها ومن بديت في المسرح 2010 اخذت على جائزه افضل ممثله دور ثاني من اول وقوف على الخشبه صحيح احس اللي عنده رهاب اجتماعي او خوف من الظهور امام الاشخاص نعم. يقولون لأول شيء يتدرب على الوقوف على المسرح أكيد. لان احس فعلا انه يصقل الثقه بالنفس أكيد. والشخصيه بعد هل انتم معي في هذا الكلام تفضل مشعل انا انت بترك المجال لمشعل يعني يتكلم طبعا طبعا يعني الجمهور لا يعني رهبه غريبه بالعكس احنا اول ما طلعنا كنا خايفين لليوم على فكره يعني لليوم. صح لليوم على فكره حتى المذيعين اول دقيقتين من الهواء لازم ان يعني لليوم صراحه فينا اذا كان على الهواء يعني لايف برامج اللايف بالعكس يعني بعض الاحيان يجي الجمهور مش مثقف تتوهقين يعني يقول لك كلمه يعني تسمعها مثلا تسمعها انت تتوتر خلاص ما تعرف شو تقول صحيح يعني تسوي لنا هالامور وايد يعني شوفي تعرفين الحلو انه بس انا دائما يعني انا في هذا الشيء يعني افضل ان الواحد لما يوقف يفصل نفسه أيوة عن الناس صح. يفصل يفصل بتاتا لا يحط في باله انه في جمهور اوريدي المكان يكون ظلمه ولا حد قاعدين نشوف حد فالافضل انه قد ما نحن دخلنا في شخصياتنا وشفنا يعني نفسنا ان هذه الكاركتر اللي نحن دخلنا فيه وغصنا فيه نفصل نفسه حتى لدرجة أن ممكن حتى مشعل يعني يوافقني الرأي أن ننسى أن نحن منوع على الستيج صحيح نكون داخلين في الحالة نكون ناسين لين آخر شيء بنقوم بنحيي الجمهور بيجون الناس يسلمون علينا خلاص نستوعب أن نحن قاعدين كنا مقدمين عمل نعم. فهذا الشيء اللي ممكن أنا شجعني أني أدخل في مجال الإعلام نعم. يعني أنا اللي وقفني أمام الكاميرا كمذيعة برامج سواء كنت على الفيديو وول أو بالاستديوهات هي المسرح
المسرح هو اللي قواني، هو اللي أعطاني هذا الدافع أني أنا اليوم الحمد لله رب العالمين يعني من المذيعات اللي يعني الحمد لله في الارتجال موجود، صار ما صار الواحد عارف كيف يدارك الأمور كلها. صحيح، أنا كنت من الشخصيات الخجولة، استحي وايد من مجابلة الجمهور خاصة على المسرح. في بعض الأحيان ممكن نقدم أعمال مثل تقديم على المسرح، حفل ما حفل يكون، حفل أو إيفنت أو شيء. سر دكتور نفسي قال لي لا تطالعين عيون الأشخاص اللي قدامك، طالعي راسهم من هذه المنطقة علشان ما تتشتتين ويضيع تركيزك. صحيح، فدربوكم على هذا الشيء؟ احنا في المسرح كل شيء ندرب، احنا كل شيء الصراحة كل شيء يعطونا في المسرح. ليش قلت لك هو الطاقة كلها موجودة في المسرح. يعني من توقفين على المسرح عندنا تدريبات، نحن يعني مثلا عمل واحد مش على كيدي عارف يعني عمل واحد ناخذ له بروفات 4 شهور. نعم. 4 شهور على عمل واحد من قدمه، وتكون يعني بروفات مكثفه. نعم. يعني وصل مرحله عمل جنون خلاص، وفيدربون المفروض ان اعتمد. يعني انتم تعودتوا على الوقوف على خشبه المسرح، ولكن عقب اول دقيقتين من العرض المسرح اول شيء اول دقيقتين دقيقه بعد بس اول دقيقه هي تكون تعرفين هذه اللي الواحد بيوقف بيقول جملته. أيوة خلاص. من يقول جملته دخل في الحاله نسى الموضوع كله. صحيح، بس هي تعرفين ما قبل العرض لابد التوتر. أيوة. الخوف، لان شوفي يقول لك اذا ما في خوف معناته انك انت خلاص يعني ما عندك هذا، ما راح تقدم صح. صحيح، مجرد ان الواحد يخوز عنه الخوف، حتى شوفي انت كمذيعه مجرد انت عارفه انك طالعه على الهواء شو بتقدمين، تكونين قاريه الناس، عارفه ضيوفك، عارفه الاسئله، عارفه المحاور يمكن اكثر عن مره، وانت في البيت قاعده تقرين. ليش؟ عشان ما يصير اي عكه، ما يصير اي بهدله، لان مجرد انت غلطتي انت تحسين في داخلك اني انا غلط، فانا ارتبك كذي، مو بالناس ترتبك، انا ارتبك. فهي بالنهايه يعني كيف الواحد تعرفين يعرف ذاته وخلاص يسقل نفسه. نعم. مشعل خبرنا عن بداياتك في تمثيل المسرحي، كيف دخلت شدك عالم المسرح؟ اللي شدني والله الربع الصراحه، ربع كل على فكره اغلبيه ضيوفنا كلهم الربع. لا وصدفه بعد، والربع وصدفه يعني. مر علي واحد من الشباب قال لي المسرح، قلت له لا هي مسرح، قال لي لا لازم تي المسرح، وتعرفونه يمكن محمد خالد الصم. اوكي، امسي عليه بالخير. قلت له يلا توكلنا على الله. صرت اول يوم بروفه، ثاني يوم، ثالث يوم، يعني يمكن اسبوعين انا ما مستوعب لين وقت العرض. قلت له احلف اني بمثل، قال لي والله. قلت له خلاص بروح. تردد؟ قال لي خلاص لا كيف هذا. من هذاك اليوم لليوم كملت فيهم سبحان الله، يعني سبحان كملت الله. الحين 10 سنوات ما شاء الله. انزين مشعل، منو اللي كان له دور في دعمك في التمثيل؟ خطيت الخطوه الاولى ومثلت، انزين منو اللي كان له الدور؟ كثير من ربعي وبالذات اخوي المخرج مروان عبد الله صالح، ممثل امسي. نعم. عليه بالخير، تحيه طبعا، عنده عمل ان شاء الله في العيد. أيوة. الله يوفقه يا ربي. بالعكس يعني من اول ما عرف اتصل بي ثاني يوم قال لي مشعل العمل جاي تكون جاي. قلت له ان شاء الله، وتم يعني هو لليوم سبحان الله كلمني اول باول، شو الاعمال، متى بتقدم، طرش لي خلني اشوف. الحمد لله يعني الحمد عندي وايد ما شاء الله، بالعكس حتى عليا اشتغلت ياها عمل من بعدها اهم شيء شو بتسوي؟ يلا خلينا نسوي جديد، وتو بعد تكلمني نفس الشيء. سبحان الله يعني. سبحان الله، هو نحن تعرفين زملاء الفن هذا المجال هذا كل ما نشوف بعض يعني لازم نجلس نتحاور، يعني تحسين انك اهل اكثر من ان نحن كاصدقاء. صح. وحتى صح. لما يجمعنا مسرح يعني المسرح هو بالنهايه خلاص بيتك الثاني يصير، يعني يا دوب تخلص دوامك او شو ما كنت مرتبط ورحت البيت ريحت، جيت لهذا اليوم كامل انت تقضيه في المسرح. خلاص نعم. في المسرح صح صح صح. خلاص نعم. يصيرون اكثر عن الاهل يعني 4 ساعات. صح. 5 ساعات بروفات نكون يعني نتعب خلاص. بسالكم سؤال مشترك من جوابكم الحين، هل انتم مع او ضد تكوين الصداقات في الوسط الفني، وخاصه انه في منافسه وفي غيره، وفي بعض الاحيان الغيره ممكن ما تكون الغيره الشريفه؟ وهل انتم مع او ضد؟ وايضا هل تساعد الممثل في النجاح اكثر او انه ينعرض له ادوار اكثر؟ شو رايك؟ انا والله انا حابه عندك. انا حابه اجاوب. اولا بتجاوبون انتوا الاثنين السؤال؟ انا بجاوب وجهه نظري طبعا. اكيد بالنهايه نجاح العمل ونجاح الممثل وفريق العمل ما يكون الا بالتعاون. نعم. اذا صار ان انا شفت حالي على زميلي او زميلتي وأبغي مثلاً أني لا ما أعطيها المساعدة أو ما أساعدها في هذا الشيء راح العمل كامل يطيح، ما راح أبرز، مستحيل راح أبرز. حتى في أي عمل لما يكون في تيم وورك
سبحان الله كل شيء يكون ناجح. نعم. فأنا وجهة نظري يعني الحمد لله لين اليوم أنا ما التقيت لا من زميلات ولا من زملائي اللي صار بيني وبينهم أي حقد أو أي كراهية أو إن غيرة إن لا نحن راح نسوي شيء عشان مثلا نخلي عليا داون ونحن أب. نعم. الحمد لله كلنا نشيل بعض، وهذا الشيء نحن أول ما ندخل أي عمل نعرف إن في شيء اسمه احترام. نعم. احترام الغير واحترام العمل احترام المخرج، كل حد له دور، حتى الموظف الصغير اللي يسوي لنا الشاي والماي ويجيب لنا اياه حتى هذا لابد انه يكون معانا، يعني حتى هو مرات نحتاجه، يعني حتى هذا الولد اللي يعني ما له اي هدف او ما له اي دور في العمل نحن نحتاجه في الاضاءه، نحتاجه في الكابلات، نحتاجه في كذا كذا كذا، يكون ممثل يعني بعض الاشياء في بعض الاشياء نحن لازم نحتاجه. فبالنهايه ما في هدف اني انا اذا غرت يمكن يكون موجود عند بعض الغيرة النساء. موجودة موجودة يعني أكيد بتكون موجودة صحيح. ولكن ليش نبينها؟ إذا بيناها راح أول شيء أخرب على نفسي وأخرب على التيم وورك مالي وأخرب على الشغل كامل. على الأقل تبقى غيرة شريفة يعني. يمكن في منافسة بينهم أيوة صح منافسة بين جميعا يعني بالعكس أنا تنافسي عليها بالعكس مش غلط. نعم. بس إني أغار إن هي سوت شيء لا. أنت مع أو ضد تكوين الصداقات في الوسط الفني؟ أنا ضد. تهرب من السؤال. ضد. لأن ضد. ضد غير الموضوع. أنا ضد ما ربعي في المجال وأطلع وياه مرديان لا. نعم. ما عندي. شو السبب؟ ما أعرف. بس بدون سبب ما. أنا ما أشوف إن في أي غلط يعني تكوين الصداقات. مو غلط بس أنا ضد. أنا حابة أعرف السبب. يعني تكون الصداقات اللي لها حدود. أيوة. لأنهم بالنهاية شو؟ أصدقاء يعني سواء زملاء عمل. زملاء عمل مصر. أوكي زملاء عمل لما أطلع تلاقوا إياهم برا أسلم عليهم بس طلعات وردات وسفرات لا. إنزين كيف يجب أن تكون العلاقة بين المخرج والممثل على خشبة المسرح، خاصة أن في مخرجين عصبيين شوي مع الممثلين ودوم نشوفها في تصوير الكواليس خاصة كإعلام. نحن موجودين خلف الكواليس علشان يتم تصوير مثلا تغطية معينة، نحس أن المخرج شوي مرات يكون عصبي في خاصة في تمثيل يعني معروف مش نفس التلفزيون، أن التلفزيون ما في توتر يعني. في المسرح على حسب المخرج. في مخرجين إنزين كيف العلاقة المفروض تكون؟ أنا أعتبرها علاقة أخوية بعض الأحيان وبعض الأحيان لا في حدود. نعم. في مخرج ما تقولين لا هذا غلط ما تقدرين يسبك عادي يعني. أنا في مخرج أشتغل إياه الحين كملت يمكن 8 سنوات. نعم. تعرف الأخت عليا مبارك يعني شو أقول لك كل يوم نتضارب أنا ونتضارب نتضارب يقول لي غلط أقول له لا ما في توافق دبدبي هي وآخر شيء يتصل بي مش ترى أسبوع الجاي في عمل ثاني أقول أنت مستعصى بني ترى قال لا عادي سبحان الله أنا يعني. والله أشوف علاقة المخرج بالممثل كون المخرج بالنهاية رب العمل. نعم. يعني هو الأب الروحي حق العمل. نعم. آخر عمل أوجه له تحية أستاذ غنام اشتغلت معاه عمل ليلك ضحى اللي حببنا في العمل مع أنه شديد وساعات عمل البروفات more than 5 hours يمكن أكثر عن 5 ساعات متعبة صحيح متعبة ولكن كنا وايد نحب نسير عنده يعني صح انه ويشد علينا ويقول بيكون عليكم ضغط وبيكون عندكم اعاده وبتسوون ولكن زرع فينا شيء جميل. نعم. ان كيف نحب بعض ونحب العمل ونحب وجوده يعني الحمد لله انا اشوف ان علاقه الممثل بالمخرج وين ما كان يعني انا ممكن انا وجهه نظري يعني ممكن مش علي يختلف معي فيها يعني احس في اي مجال عمل سواء في مجال عمل تلفزيون كاعلام ولا كدوائر حكوميه شو ما كان زملائي ومديري ومسؤول القسم لابد يكون بيني وبينه علاقه احترام في حدود وغير عن كذي ان ما اخذها بمعنى شيء اشياء شخصيه يعني صحيح. ممكن اليوم يجيني المسؤول او حد يقول لي شيء حق العمل ما يقول لي شيء شخصي او ذاتي فليش انا اخذها بمفهوم ان خلاص انا كرهته ولا انا ما حبيته ولا انا بلا يعني هالامور هاي وجهه نظر طبعا يعني انا احب اني اخلي وجهه نظري صراحه ايجابيه دائما عليا المناعي تحب انه يطلق عليها ممثله اكثر او مذيعه واعلاميه هذا مكمل لهذا هذا مكمل لهذا كيف؟ بالنسبة لي أنا كيف ممكن مساعة قلت لك أنا اللي دخلني الإعلام التمثيل نعم ولا أنا ما كان عندي أي يعني مثلا تخطيط أو مخطط أني أنا ممكن أدخل في مجال الإعلام وممكن أمسك برامج وممكن أكون منسقة ضيوف نعم. وأيضا كإعداد يعني أنا داخل إعداد وتقديم
وايضا يعني شو ما كان يعني في الاعلام انا عملت لله الحمد يعني نعم. لدرجه المونتاج بعد عملنا يعني عادي كنا نيلسون منتج يعني ما عندنا مشكله. فاللي دخلني الاعلام هو التمثيل، فانا ما اقدر اقول ان هذا يغطي على هذا ولا هذا يغطي على هذا، هذا له مجاله وله خطه معين وهذا له خط معين. يعني مثلا بقول لك انا لو اترك المسرح راح يصير عندي برود، راح يصير ان نسيت الوقوف على المسرح، نسيت الالقاء، نسيت الكلام، هذا الشيء ممكن ياثر عليه في الاعلام طبيعي، ممكن غيري مو كذي بس انا من هذه النوعيه. فانا احب اني اكون متواجده في هذا المجال وفي هذا المجال. ممكن حد يقول لي والله عليا انت وايد يعني مثلا طماعه، لا مو طمع، حلو الطمع اذا كان عندي طموح. اذا انا طموحه اكون طماعه في هالطموح ما عندي مشكله، خلي يقولوا عني طماعه، بس طماعه في موضوع يخص ذاتي انا، يخص ذات اسم علي المناعي. مشعل بالنسبه لك هل واجهت صعوبات معينه في مجال الوقوف على المسرح كبدايات؟ يعني ايوه كبداياتك. كبدايات ايوه كنا ارتبك وما اعرف اتفق يا الممثل اللي معاي كبدايات يعني نعم. كبدايه من بعدها لا صارت الامور سهله عندي يعني بالعكس اي ممثل اتقبله لو كان صعب يعني يكون قوي واقوى عني سعادي اخذ وياه. نعم منو كنت تتمنى انك تمثل وياه وتوقف قدامه ومثلت وياه ووقفت قدامه امام الكاميرا؟ الدكتور حبيب. حبيب غلوم. ايه ممكن ارفع رمستكم بالخير؟ ابغي قهوه. يلا محرجنا. شو رايك ناخذ تاخذ فاصل ولا ناخذ قهوه ولا نسوي؟ ناخذ قهوه. اقدر؟ نقدر؟ نعم؟ نروح؟ نروح يلا، لكن بسأل سؤال قبل لا اروح. منو قدوتك؟ قدوتي بشوف التمثيل؟ غلبناك عادي غلب. لا بالعكس مكاننا مكان. التمثيل؟ منو قدوتك في التمثيل في المسرح الاماراتي؟ الشباب يعني اذا شباب مروان عبد الله صالح. نعم اي مروان اليوم عبدالله مروان صالح. ما شاء الله اسمه وايد مسيطر طارق. مسيطر اي مروان انا عاده باكل وهذا. وبالنسبه لك يوحنا صح قبل الافطار؟ لا والله انا مو ماكله اصلا فطور، اصلا ما افطر يعني من الاساس يعني اشياء بسيطه. تفضلي حبيبتي تسلميني قلبي. تسلمي شكرا سلمتي. انا قدوتي في المسرح اولا عقب بسالك عن الدراما. الدراما شوفي انا شفت وايدين واشتغلت الحمد لله الحمد مع وايدين. نعم. اذا بقول تبين شوكليت عقب باخذ. اوكي ما عليك باخذ انا عادي. عادي عادي اكلها معي. جهزولنا الجيمات يا عواصف. الجيمات ما عليكم. مايا كيف حالك؟ شو اخباركم؟ مبروك عليكم الشهر الفضيل. الله يبارك فيك حبيبتي ويعطيكم العافيه والله العظيم. والله لولا انتم الخير والبركه. حبيبتي تسلمين والله يعطيكم العافيه. اكيد مني ان شاء الله. هي عقب بتنصب. في رقاب ولا بس الجيمات؟ بس الجيمات. شكلها يعانى علي انا يعانى ترى دفني فيك يا مروه. يا جماعه ترى عن جد مفاضله. الحين بنفطر يا بعض يلا. والله شوفي انا عندي زميلتي زميله الفن والمسرح الا ما شاء الله عليها طاقه 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 هائله وما في مهرجان وقفت عليه الا اخذت الجائزه وتنافست معها على الجائزه بدور الفنانه بدور تحياتي لها طبعا اكيد اتمنى اني اشتغل معها انا ما بقول يعني كقدوه هي في عملها ما شاء الله عليها بس اذا مثلا انا حاليا يعني اشارك مسارح الكبار اللي هي ايام الشارقه ايام الشارقه احب اني بشتغل مثلا مع مروان مروان من الطاقات الجميله اللي يعطي ككريدت يعني اذا انا مثلا بطمح او بطمع ان شيء يضيف لي في المجال المسرحي اني اشتغل مع بدور اشتغل مع مروان من المخرجين ابو علي طبعا الاستاذ حسن رجب الاستاذ ابراهيم سالم وايضا محمد العامري يعني هاي الاساتذه اللي عندهم الطاقات الهائله اللي بالنهايه انا استفيد يعني ممكن اكون طماعه في هالشيء ليش؟ لأنا لاني ابغى اشتغل معاهم وبشتغل معاهم كل مصداقيه وراح اعطي كل طاقاتي لهم. نعم. بالنسبه لك مشعل شو اكثر دور شعرت بانه صعب وايد انه تتقمصه ولكنه من احب الادوار على قلبك؟ في مسرح الشباب قبل سنتين قلب يرى دور عاشق وميت نفس الوقت يعني عاشق وميت كان دور وايد صعب تم يمكن سنة كاملة فيني نفس الدور عايشنا خلاص اني احب وحدة وانا ميت
بالرد نتعرف أكثر شو الدور اللي تقمصته، لكن عقب هذا البريك سنة كاملة صح؟ سنة كاملة. الحين بنروح خمس دقايق بالرد مشاهدينا، فاصل سريع رد لكم، خلكم ويانا. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدين لضيوفنا لليوم، علياء المناعي ممثلة وإعلامية، وأيضا مشعل مال الله ممثل. يا هلا مرحب فيكم من جديد. نرد لك يا مشعل، أبا أعرف شو الدور اللي تقمصته وكان صعب عليك ولكن تقمصته عقب ما خلصت المسرح سنة كاملة، شو هو الدور؟ خبرنا عن تفاصيل أكثر. دور العاشق ونفس الوقت ميت في حرب، شهيد يعتبر. نعم. تم يمكن سنة من البروفات، 4 شهور، وعرضنا يمكن 7 عروض، وعرضنا في مصر تم سنة كاملة. أنا ماشي على نفس الروتين، حتى في البيت يقولون شو فيك، أقول لهم لا ما في شيء، عادي طبيعي. تحولت لشخص صامت، شو اللي غير فيك التقمص هذه الشخصية؟ ساكت. شو غير فيك؟ ساكت وايد، يعني مو انطوائي، صرت فترة انطوائية يعني. نعم. سنة يمكن من البروفات على عرض وراء عرض عرض وراء، خلاص تول فيني. قلت له لا هاي مو بحالة هذه. كلمت المخرج قلت له دخيلك بس ما بعرض ثاني. نعم. قال لي لا خلاص خلاص ما في عروض. الحمد لله يعني سنة كاملة فيني نفس الشخصية. وكيف تخلصت منها؟ كيف طلعت من هذه الشخصية؟ يمكن سافرت، غيرت مودي، دخلت عمل ثاني وطلعت منه خلاص. لأن نسيت نسيت. هل عشتي هذا الشيء عليا أنك تقمصتي أحد الأدوار في مسلسل في مسرح. على المسرح وحسيتي أنك ما قادرة تطلعين منه؟ لا، في كان عمل أثر على نفسيتي وايد اسمه طوفان. نعم. خذت عليه أفضل ممثلة واعدة، أول مرة كنت أشارك في أيام الشارقة المسرحية في 2013. نعم. ما خاب ظني. اسمه طوفان حق مسرح الفجيرة. نعم. طبعا كان المؤلف حميد فارس، زميلي حميد فارس، هو إخراج الأستاذ صابر رجب. فأتذكر هاي الشخصية شوية كانت صعبة، ما بقول لك ما طلعت منها، ولكن كانت مأثرة علي لأن كنت لابد أعيش الشخصية هاي لين ما أقدمها، لين ما أقدمها بالطريقة الصحيحة في أول عرض يكون في أيام الشارقة المسرحية. نعم. لأن مجموعة من الفنانين الكبار، من النقاد، من الصحفيين بيون وبيقيمون الممثل، بيقيمون العمل بشكل كامل، فلازم أظهر فيه بالطريقة الصحيحة من الشخصية المطلوبة نفسها. نعم. فما بقول أثرت علي أو تمت معاي ملازمتني، لا، أثرت علي في نفس الوقت عبال ما بس خلصت العرض، وبعدها خلص زالت عني. وعمل ثاني أيضا دخلت فيه كان شخصية مركبة اسمها مسرحية ليلة زفاف، أنا وحميد فارس، إخراج مبارك ماشي، كان بس دورين يعني أنا ويا زميلي فقط، يعني ثنائي. العمل هذا كان على أساس بيقوم بدور البنت وفي نفس الوقت دور الأم، فهني ما في لعب ميكاب، ما في لعب شيء، بس أنا كممثل كممثلة تنتقلين. أنتقل من الصوت، من الرياكشن الوي، من مجرد لفة الشيلة أو شو ما كان، شيء بسيط أعطي هذا الشخصية. حتى المشية أحس تتغير بين الأم والبنت، المشية تتغير، الانحناء شوية ما يكون أوفر. دائما نقول يعني أكيد مش عن ما بيخالفني رأي، المسرح يباله أوفر يعني، وتخوف على المسرح ترى على فكرة يعني، ورياكشن الوجه أيضا يقول تخوف على المسرح. تخوف على المسرح والله. ليش تخوف؟ شيطانة. ليش شيطانة؟ شيطانة شيطانة جدا والله، قوية قوية ما شاء الله عليها. من ناحية القوة شيطانة. إيه شيطانة شيطانة على المسرح، تعرف شو تسوي؟ ترى قلت لك سبحان الله، من تحبين الشغلة وتعطينا كل مصداقيتها وتشتغلين عليها فعلا بضمة وضمير، لأنش بالنهاية تبين تطلعين يعني مجرد الصفقة اللي تسمعينها هي اللي تخليك تعطيك الحافز. يعني مجرد أنا الحين قاعدة أتكلم في شخصية أو كحوار منالوج كامل وأعطيه بكل مصداقيته وبكل إحساس، أسمع الصفقة خلاص أنا عرفت أني أنا وصلت لشو، وصلت حق اللي أباه، وصلت لهم الإحساس اللي أنا أباه. فدائما حتى أتذكر في مسرحية ليلى قضحة تنافست فيها وترشحت لي جائزة أفضل ممثلة مع دور. كان الدور عندي أنا صعب جداً، مش على حضر العمل، شاف العمل باللغة العربية الفصحى. عمل كان قوي جدا، وتقدم في كثير من في مهرجان القاهرة التجريبي. نعم. في المسرح العربي أيضا، في مهرجان المسرح العربي. كان متطلب مني أني أكون هذه العاشقة أو البنت الزوجة اللي في قصة حب جميلة وفي نفس الوقت في حروب، فالعمل كامل أنا على الستيج، ما أطلع ما أدخل،
الكالوس موجودة من بداية المسرحية لنهايتها. فتعرفين مجرد أني أنا قاعدة أقول حواري وأقول بكل مصداقية وأحصل عليها الصفقة أنا عرفت أني أنا شو وصلت له. صحيح. فقالت لي أتذكرها ممثلة سورية مو بيايني أنا حين حاليا اسمها مو متذكرتنا عدل، قالت لي الجميل اللي فيك بكيتينا بس أنت ما بكيتي، خليتينا نحن نصيح على اللي قاعدين في المسرح في هذا في المسرح في القاعة بس أنت ما بكيتي. وكان قايل لي اياها الاستاذ غنام غنام، الممثل الصحيح اللي ما بيبكي على الستيج اللي بيبكي الناس. صحيح. فهاي انا ما اخذتنا كنت خلاص يعني، واي شيء اسمعه من الاساتذه احب احطه في داخلي واحب اشتغل عليه. احس هذه الصعوبه انك ما تبكين وتبكين العالم وما تضحكين وتضحكينهم. ترى قلت لك انا مشاغبه، هي مشاغبه جدا والله. لحظة. جدا هو قال عنك شيطانه على المسرح. مشعل شو شيطان؟ مشعل ما شاء الله عليه عنده حضور جميل، حضرت له كم من عمل واشتغلت معاه ايضا يعني كشغله يعني فعلا عنده الكاريزما الحضور. نعم. والالقاء وتقمص الشخصيات يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه من هاي الناحيه. رياكشن الوجه رياكشنات احس رياكشنات وجهه وهو شيء مجابلني احس انه رياكشنات وجهه يعني صدمه يرفع حاجه لازم 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 يعني سبحان الله مجرد ان انت الشخصيه اللي بتاخذينها هي شو طالبه منك فلا اراديا بإحساسك تعطيني الرياكشن يعني. صحيح. يقلب على وجهك يعني رياكشن. نعم. إنزين خبرتونا قبل شوي أن المسرح يباله شوي تكونون شوي أوفر. نعم. مشعل بالنسبة لك أنت كممثل مسرحي هل من الممكن أن نشوفك في مسلسلات تلفزيونية تنتقل للتمثيل التلفزيوني ولا لا؟ بإذن الله أتمنى إن شاء الله. أي بس إن شاء الله يمكن بعدها ما جت الفرصة المناسبة. نعم. يمكن بعدها طاقتي ما بينت عند وايد ناس بس إن شاء الله بإذن الله. شو الفرق بين الممثل المسرحي والممثل التلفزيوني؟ شو الفرق؟ لا وايد فرق. شو الفرق؟ أنا كشخص عادي مشاهد لكم شو الفرق؟ أنا كيف أقدر أعرف شو الفرق من بينهم؟ يمكن اللي في المسرح يتقمص الشخصية وعنده بروفات طويلة يعيشها أكثر. يعيش أكثر. يمكن في التلفزيون لا عادي يعني ما جربته بس يمكن أحس سهل أسهل. أي أحس وايد سهل في المسرح. أي جربت أنا مرة فيلم ضحي في تايلند وايد كان سهل بالنسبة لي، حسيت شيء سهل يعني أقول لهم حين أنتم خوفيني كاميرا وكاميرا عادي طلع الموضوع عادي. أي طلع الموضوع عادي يعني ما نفس لما أشوف جمهور لا يعني في أيوة. رحبة الجمهور صحيح في لذة حلوة. نعم. بالنسبة لك؟ بالنسبة لي أنا مروة يعني الصراحة أنا أحس يمكن قلت لك انا بديت التلفزيون ونصحتني ام احمد سميره احمد ان تدخلي المسرح عشان. نعم. تثقلين موهبتك وتنمين قدراتك التمثيليه. نعم. فانا احس ان اي ممثل لابد يجرب المسرح علشان هو دام انه كسر رهبه الجمهور وكسر رهبه انه هو واقف على الستيج لايف ويحفظ النص يعني تعرفين انت نص المسرح غير عن نص المسلسل. أيه. المسلسل ممكن عندك انت مشاهد اليوم مثلا عندك 5 مشاهد تصورين فانت في البيت راجعتي المشاهد ونفس الوقت قدام الكاميرا حفظتي وحتى لو نسيتي تركت عيد. نعم. المسرح لا المسرح عندك شخصيه كامله من بدايتها لنهايتها انت باحساس وبمصداقيتك وبروحانيه تامه تقدمينها برياكشناتك باحساسك وبهذا الحس توصلينه حق الجمهور اللي قاعد. نعم. فطبيعي لابد الواحد يعني انا وجهه نظري يجرب المسرح خلاص تمكن من المسرح بعدين هو عنده عقب اللعب في اي مكان يقدر. نعم. يلعب. صح. يلعب قدام الكاميرا يلعب قدام في السينما تقديم حفل شو ما كان يقدر ايزي والله بيكون. نعم. كل شيء سهل بالنسبه لك كل شيء بيكون سهل. في العديد من المهرجانات اللي تقام في الدوله يعني. نعم. اكيد. كيف تخدم الممثلين المسارح والممثلين التلفزيون شو رايك مشعل؟ بوايد اشياء. أول شيء تطورنا. نعم. والحمد لله المسارح عندنا في الدولة كل سنة تقدم لنا 3 مهرجانات أو 4 مهرجانات بالعكس إحنا نتطور وإحنا من الدول المتقدمة يعني بالعكس. نعم. المسرح مسوينا وايد أشياء وايد أشياء الصراحة. نعم. بالنسبة لي أنا شاركتي في العديد من المهرجانات منهم في مصر خبرينا أكثر عن هذا المهرجان. هو نفس العمل اللي كنت قلت لك عنه آخر عمل في 2018 مع أستاذ غنام غنام ليلى ضحى عمل خذ حيز وجانب كبير من الاهتمام. نعم. ترشحنا طبعا أن نقدمه في المسرح التجريبي في القاهرة وقدمنا عرضين وراء بعض متتاليين
وعقب بعد ترشحنا عشان ندخل في مهرجان المسرح العربي اللي هو برعاية الدكتور الشيخ سلطان حمد القاسمي الله يحفظه ويطول في عمره. فقدمنا بعد أيضا عرض وشاركنا في بعمل مع عمل ثاني من الإمارات، يعني كانوا عملين من دولة الإمارات، عمل المجنون اللي هو حق محمد العامري وأداء وتمثيل مروان عبد الله، وعملنا نحن ليلة قضحة. فسافرنا على مرتين، وكان أيضا مترشح أنه يتقدم في الأردن ويتقدم في تونس، بس ما سمحت لنا الفرصة لأن بارتباط بعض الممثلين كان عندهم أشياء ثانية. نعم. فكانت تجربة جدا جميلة فريدة من نوعها، جمهور مختلف، جمهور مصر طبعا الجمهور الواعي المتذوق، الجمهور اللي عارف أنه قاعد جاي يحضر عمل وسمع عنه كثير، فصار تحدي عند الناس أن شو هذا العمل اللي جاي من الإمارات ومخرجه استاذ غنام غنام اللي هو غني عن الوصف استاذ غنام غنام، ان مسرحي وشو اللي مقدمنا وشو حابين نشوف منو هاي الجماعه اللي جايين من دوله الامارات وجايين يقدمون لهذا العمل. فلما قدمناه وحصلنا ان القاعه فل وما فيها مكان حتى الناس تجلس، فكان شيء جدا مشرف لنا باسم دوله الامارات رح نقدم هذا العمل المشرف. كانت تجربه جدا فريده من نوعها. ما شاء الله. مشعل، في العديد من الورش اللي تقام في المجال المسرحي لتدريب وصقل المواهب للممثلين، شو رايك بهذيل الورش؟ هل فعلا تصقل مواهبهم وتدعمهم؟ هي نعم تطور، بس على حسب الاستاذ اللي يكون المحاضر يطور الشخص ويعطيه معلومات وايد زينه. بالعكس انا دخلت مره كلموني قلت بحضر، بالعكس تعلمت اشياء ما كنت اعرفها. يعني انا كملت يمكن 7 سنوات ولما دخلت الورشه تعلمت اشياء غير، بالعكس تطور. ايوه تطور، تطور من الممثل، تطور في وايد اشياء، كيف الوقفه في المسرح، كيف نتحرك، لازم مو تعال انا بوقف وبسوي شيء، لا. هو الحلو، هو الحلو انه يعني الواحد يحضر هاي الاشياء الورش هذه ويتعلم منها ويثقف نفسه فيها. وايضا لما هو يدخل كعمل مسرحي هو كذي ولا كذي، اي عمل مسرحي عندنا ما شاء الله الله يحفظهم مخرجينا يعني في الدوله، لازم حتى لو واحد جاي ومتمرس المهنه هذه لابد يسوي ورشه. هو في اثناء البروفات يسوي ورشه، يعني قبل البروفه الاساسيه مثلا بساعه او نص ساعه يطلب من الممثلين تجمع ويعطي الملاحظات، يعطي التمارين، يعطي الاشياء، حتى التمارين الجسديه مطلوبه، النفس، محتاجين لياقه، ايماءات الجسد. ايضا اصبح اليوم في دراسات لايماءات الجسد، كيف تقنع المشاهد بان الممثل يالس يكذب، ان بطريقه حك الانف، حك الذقن، ففي اشياء ان المفروض ان يتعلموها. البادي لانجوج جدا مطلوب، الايماءات الجسديه، ان فعلا مثل ما انت تفضلتي ان كيف انت تقنع الشخص اللي امامك، وخاصه اذا في حركات صحيح. حتى لو كاميرا، يعني انا اشوف حتى المسلسلات يبين مصداقية الممثل، يعني انت حتى كمشاهد تحسين اخي قاعد اوفر، لا 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 مو ما يعطيني احساسه، يبين على الممثل سبحان الله. ويونج ممثلين متقمصين الدور وعارفين هم شو قاعدين، دارسينه كامل ومشتغلين على نفسهم. يعني شوفي حتى لو بس دراسة، ممكن الدراسة هي بالنهاية ما راح تنفعه اذا هو ما تمرس واشتغل على حاله. نعم. كيف تشوف اقبال الشباب اليوم على المسرح أو التمثيل المسرحي؟ الفترة اللي طافت في إقبال وايد حلو، ونشوف أشكال جديدة، يعني عندنا شباب. بالعكس آخر مرة لما دخلنا الأوبريت أنا والأخت عليها، بالعكس كانوا في أشكال أول مرة أشوفها وانصدمت، عندهم طاقة حلوة. صحيح. طاقة حلوة الحمد لله، يعني في إقبال، في إقبال سنة على سنة نشوف زيادة. طبعا أنا طبعا وايد أشوف أن في وجوه جديدة شابة قاعدة تدخل. بالنهاية هي رسالة، متى ما شخص دخل هذا المجال أنه بهدف أن يوصل رسالة، مو بهدف الشهرة ولا بهدف أنه يصير شيء تجاري. لأن في ناس قامت تدخل أنه فقط أنا والله بأشتهر، أنا بطلع على التي في ولا بطلع على الستيج وفقط. أنا يعني ممكن ما يرضون حتى بالأدوار الصعبة، يعني ممكن هم وجهة نظرهم أنا داشة مثلا كبنت صغيرة، لا أنا داشة أنه والله أبا أكون جميلة الطيبة الحبوبة الدلوعة، لا هي بالنهاية رسالة. يعني رسالتك أنت شو الغرض من دخولك في هذا المجال؟ كيف توصلين الرسالة؟ كيف توصلين الرسالة؟ هي رسالة سامية تأخذ تنتقي الأدوار الجميلة، الأعمال اللي لها اسم ولها طابع. متى ما أنت كانت عندك هذه الرؤية، طبعا جيل اليوم ما راح يفهم هذا الشيء إلا بالدراسة، إلا بالتوجيه.
يعني ممكن جيل اليوم لا بعد ما وعى على هاي الأمور، ممكن عنده هدف إن أنا بطلع كتجارة، يعني مثلاً بتاجر، إنه يصير عندي ماركتينج، يصير عندي اسم ونسبة مشاهدة سواء في الانستغرام ولا السناب. لا، هي بالنهاية رسالة سامية. نعم. هل في دور حابين أنكم تقومون فيه أو تمثلونه أو تتقمصونه وبعدها ما وصلكم هذا الدور أو ما تقدم لكم هذا الدور؟ شو رأيكم؟ مشعل ابتسامة في دور حابة أكيد هو أكيد في باله شغلة معينة يعني ما مثلته قبل في التلفزيون هذا أتمنى أني أقدمه ما أعرف دور المهم يكون ما دور الشخص اللئيم الشخص القوي الشخص يمكن الشخص المسؤول الأب المسؤول شو القوي القوي على المسرح شرير قدمت لليوم يا هل يذكرني نعم شو اقول لليوم يا هل يذكرني اني خوفت بالنسبه لك على فكره هذا دليل نجاحك في اقناع هذا الطفل انك شخص لأن شرير الطفل صعب تقنعينه صح مسرح صح. الطفل من اصعب المسارح ان متى ما انت انا جربت يمكن عملين في مسرح الطفل ما صار يعني ما عندي اعمال كثيره في مسرح الطفل عمل الحواس الخمس وعمل شكرا ماما طبعا عمل الحواس الخمس اخذت عليه جائزه افضل ممثله دور ثاني كان اخراج استاذ مرعي الحليان وتاليفه ايضا فالطفل صعب تقنعينه مجرد انك انت بديتي تمثيلك على المسرح متى تحسين ان الطفل معاك اذا كان ساكت وهادي ويصفق ومندمج ويضحك ويسوي مجرد ان الطفل فلت اعرفي انك انت ما قدرت توصلي له ما قدرت توصلي له شو الدور اللي تتمنين مينونه مينونه نعم علشان تطلع الشيطانه كلها على المسرح صح تكتي بروحي يا بنت تذكرت كلمه عنك مينونه بمعنى لا بمعنى الكلمه هي صح على المسرح صح لا برا على لا برا بعد انا فيني يعني هذه الكاريزما هذه مشاغبه بس ان المشاغبه هذه الحلوه الظريفه يعني ف حاب اذا توجه لي يعني فعلا شخصيه تكون مركبه نعم مركبه ان الادوار المركبه صعب فيها التحدي صح. تحدي مع النفس وتحدي مع الناس أوكي. وتحدي الذات صعب جدا وانا من يعني ما ادري شخصيتي هيك انا احب اتحدى ذاتي دائما نعم. في كل شيء في حياتي احب اني يكون في شيء روح التحدي جاهزه للتحدي طبعا عليا اكيد الحين الحين اي عادي ما عندي جاهزه اكيد اوكي انت الحين معك دقيقه اوكي تقنعينا انا ومشعل وكل الموجودين في الاستديو والمشاهدين انك مينونه اني مينونه انك مينونه يلا اقنعينا خلينا لا هذا تحدي صعب هي على الهواء مباشر دقيقه هذه الصعوبة أن الوقت وايد محدد. إيه الوقت ما حددت لي الوقت دقيقة يلا. عندي. واحد. يلا. اثنين. ثلاث. تتحريني أنا مينونة. لا جد تتحريني أنا مينونة. أنا مو مينونة. ولا مريضة نفسية عن جد أنا مو مريضة نفسية إذا أي واحد جاي يقول لي هني أنا مريضة مو مريضة نفسية أنا فهمتوا ولا لا شو ها تتحديني لا لا والله لا أنا خفت أنا والمخرج جالس يقول أنا خاف على الاستديو اسمعوا لي أبوي المخرج اسمعوني تراني جد مينونة أنا خفت والله قلبي كيف كنت زعلت وبتطلع صح حسبتها بتطلع وجهي والله أحمر صح الحين على فكرة راحت الأسئلة قلت لك هل تقمست شخصية أو تأثرت فيها؟ لا لا خلاص أنا طلحني من السالفة تعتي لا بس سويت لك عطينا دقيقة بعد لا ما أقدر خلاص الدقيقة عندها خبتها خلاص؟ إيه خلاص هل صار لك موقف مضحك على المسرح غير الموقف المضحك اللي صار هني هل صار لك؟
لا على المسرح. المسرح منو قال لك تتحدوا تاخذوا الجديد؟ هي نسيت حوار. نسيت حوار؟ هي نسيت حوار. هاي مصيبة. شو سويت؟ تميت ساكت، صديت عربية، قلت له ترى على فكرة أنا ناسي الحوار. على قدام الناس. جمهور جمهور، بس قلت له بصوت خفيف يعني. أوكي. قال لي احلف، قلت له والله. شلك في الموضوع ولا طيحك أكثر؟ لا قال لي احلف، قلت له والله. قال زين شو أسوي؟ ضحكت ما أعرف شو أسوي. أنتوا أكيد ما تحفظون أدوار الغير. لا لا لا. أدواركم بس. المفروض كل واحد يحفظ. المفروض أمانة. نعم. أمانة مروة. المفروض أنا ليش قلت لك أنا التيم وورك جدا مطلوب. إذا صار إني أنا بس يخصني حواراتي ما يخصني حوار زميلي. نعم. زين صار ما صار باكر أي موقف على الستيج صارت لي أنا مرتين. الله يذكرهم بالخير زميلاتي اللي اشتغلت معاهم في عمل الطوفان وفي عمل ليلة ضحى. ما راح أذكر أسمائهم. طبعا أذكر في الطوفان الممثلة اللي معاي نسيت حوارها. نسيتها. نعم. فأنا من شفت تشي هاي الثانية الهسة اللي عطتني إياها السكوت. نعم. لا إراديا أنا تكلمت وقلت حواري. أنا عرفت أنا نسيت يعني من شفت رياكشنها عرفت، ولكن تميت شخصيتي وقلت أنا حواري. المهم هني إن كيف أنت تشيلين العمل هذا. صحيح. عمل الثاني ليلة ضحى نفس الشيء صار، ويوم العرض الأساسي يعني يوم عرض أيام الشارقة. الله يذكرها بالخير أستاذتي الفضلة يت وعملت لي بعينها نسيت. قمت أنا قلت حواري. نعم. أقل شيء إنه أوكي أنا مثلاً ما يستوي أنا أقول حوارها طبعاً مستحيل لأن أنا شخصية وهي شخصية. فما أقدر أنا أقول حوارها، بس شو سويت؟ قمت أنا قلت حواري يعني خلاص هي نسيت خلني أنا أقول حواري، ولا بأن أخلي إنه يستوي اللي هو شو يسمونه شيء ركود أو شيء خلاص يعني يطيح الإيقاع. هو أهم شيء عندنا دائماً نحن في المسرح نقول إن الإيقاع لا يطيح. نعم. لو بالسكوت ولكن عط رياكشن، عط كلمة، عط أي حركة، المهم إنه ما يطيح الإيقاع. نعم. فأنا صحيح. صار لي هذا. فالحلو إن نحن نكون عارفين إن الدور الزميل اللي معاي هو شو عنده شو بيقول لي، مو بإنه خلاص أنا ما يخصني في حوار إنه ما بقول. صحيح. أيضاً علشان تقتنعين بالكلام المكتوب لك عشان يجين المفروض إن تقرين وتعرفين شو بيقول ممثل آخر علشان تعيشين هذه الحالة فعلاً. الكيو الكيو لأن صحيح. أنا استلمت الكيو غلط عشان. نعم. شي تميت مفهي ما أعرف شو أقول. هو بالنهاية أنت الحين بعطيك دقيقة. هي. ما تعرف شو تقول. مشهد صامت. لحظة مشهد صامت قالوا لك. أنا سويت زوبعة أنت صامت. مشهد صامت دقيقة. ترسم ابتسامة على وجوهنا. على وجوهكم؟ على وجوهنا كلنا. معك دقيقة. مشهد صامت. سوي اللي تبى. عطينا ابتسامة. يلا مشهد. مشهد صامت. مطقمة أنا ولا هذا. بلشنا الدقيقة. خذ راحتك. أعطيك الكيو. أعرف شيء وايد صعب أنك ما تأخذ الكيو. نفس أنا ما أقدر أتكلم غير لما أخذ الكيو في الترحيب. واحد اثنين ثلاثة كيو. يا ربي بسير عنك مانا بروح. يا ربي تبغونه هذا. يلا مع السلامة. هلا تطيح مشعل خلاص اوكي مشعل لا تصير لسيارتك مشعل الديكور الاستديو تفضل ديكوركم اوكي رسم الابتسامه لانه شل الاغراض وراح خلاص خلاص بروح لازم تبتسمون بتسوي طاف مشعل طاف ردينا كلكم. هل صار لك مواقف مضحكه على خشبه المسرح حاليا؟ ما صار شيء. أنا ما أنتبه على حد يعني ما أدري فيني هالميزة لا أشوف الجمهور ولا أشوف الـ يعني في ناس مثلاً أوكي يتكلمون فنحن دائماً نقول يعني نقول خاصة أي في العروض المهمة الجامدة أن بلا صوت في الكواليس بلا صوت في الكواليس. ليش؟ لأن مجرد يمكن الناس قاعد تضحك ولا شيء وهذا الشيء نحن ترى من أيام البروبات ينزرع فينا أن احترام الوقت هذا احترامنا نحن لبعض مو
عندي زميلاتي أو زملائي قاعدين يمثلون وأنا قاعدة أضحك وراء ولا قاعدة أشوف. التليفونات أصلا ممنوعة سايلنت، أوكي، محطاية في الشنط، ما في حد يشيل تليفون على الستيج، فهذا كله نحن نكون محترمينه. فمجرد أنك احترمتي هاي الأمور ما راح تصير لك يعني مواقف مضحكة فيما بيننا أثناء البريك. نعم. أوكي بنسولف بنضحك حزة الأكل حزة العشاء، بس إن نحن قاعدين يعني نشتغل ونأدي شخصية مهمة وقاعدين متقمصين الشخصية وحد قاعد يضحك وراه، هاي قلة أدب يسمونها. نعم. في هاي هذا الشيء ممنوع. من أهم الأساس. الأشياء لأنجاح أحس الممثلين هو الالتزام بالوقت واحترامه. أكيد. بعرف جوابكم عليا ومشعل عقب الفاصل. مشاهدينا فاصل سريع وراد لكم علشان نتعرف على الأجوبة مع عليا ومشعل، خلكم ويانا. عليا شوي شوي بتحرقين الاستديو حبيبتي. زين شو قلتي لي انت؟ خوفتيني. شو قلتي؟ ما قلت شيء، والله ما قلت شيء، انا قلت برد من الامر. شو قلتي؟ ولا شيء. انا شو قلتي؟ ايه شو؟ على فكرة أنت شو شيطانة فعلا نفس ما قال. اقتنعت. اقتنعتي؟ على فكرة مثلت 20 ثانية دقيقة دور مينونة مرة ثانية، ولكن الحين أنا زغت. اسمعوا لي يا جماعة ترى بس سوالف. على فكرة في الاستديو ما يعرفون أن هي بتسوي شيء. إنزين أشوف المصورين تار يعني ودروا الكاميرات واقفين هنا عشان يطلعون أن شوفي في مشكلة وهي مروة وعليا. شفتيهم كلهم واقفين هنا. اسمعوا لي والله ترى موقف مضحك على المسرح. المسرح أو زغت نفسي مثلا. وايد والله تمر علينا مواقف. اسمع خبرنا. ما 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 في شيء في بالك؟ لا بس اللي أذكره مرة كنا عندنا تصوير مشهد من من الأعمال أوبريت، المخرج قال لازم نقفز هني ونطلع لولو. قلت له زين خلاص يلا أنت أول واحد. قال لا أنتم ممثلين. قلنا له أوكي. قفزنا ما وصلنا تحت، طلعت قلت له ما أقدر أتنفس. قال لي ليش؟ قلت له وايد. قال أنت ممثل؟ قلت له لا مو ممثل إنسان. يلا قفز ما قدر. قال لو سمحتوا جدموا شوي قدام لانه وايد وايد. تمينا نضحك عليه لليوم. صورناه فيديو، كل ما طرش الفيديو يقول لي انت للحين محتفظ فيه؟ قلت له ايه. قال لي ليش؟ قلت له عشان كل ما بتسبني اطرش للناس الفيديو. قال لي ما. بالنسبه لك عليا، هل حصلتي على جوائز؟ وشو اكثر جائزه حصلتي عليها كنتي سعيده فيها وفخوره بنفسك؟ شعرتي أن اليوم علياء المناعي وصلت للي تباه أو استلمت الجائزة اللي هي تحلم فيها؟ لا ما أخذت الجائزة. ما أخذتيها؟ ترشحت للجائزة وكان هذا مع أني قبلها ما أخذ جوائز. شو هي الجائزة؟ جائزة أفضل ممثلة دور أول في مسرحية ليلك ضحات، نافست فيها مع بدور. نعم. زميلتي بدور، وكان هذا النجاح اللي أنا وصلت له. نعم. مجرد أن ترشح اسمي لجائزة أفضل ممثلة دور أول يعني هذا بالنسبة لي أنا أن أنا فعلا لمعت في عينهم ولمعت في عين اللجنة وتنافست مع وحدة اللي أنا خاطري أني أوقف مع الخشبة معها اللي هي الفنانة بدور. مجرد أن ترشح اسمي للجائزة يعني كان هذا النجاح لي أنا بحد ذاته. أنا في شيء حبيته أن حسيت في كيمستري بينكم كضيوف في البرنامج. أحس أن الحلقة كانت حلوة وياكم اليوم. لأن في كيمستري بين عليا وبين مشعل. نبى نختبر الكيمستري اليوم في دقيقة بتمثيلية بسيطة بينكم. شو رأيكم؟ تتفقون على شيء ولا أعطيكم الدور؟
انا بسوي له اي شيء. يلا تفضل. الكاميرا وياكم، كلنا معاكم. يلا مشعل. مشعل مو بصامت. مو بصامت. اوكي اوكي الحين تكلم. اوكي يلا. تحبني مشعل؟ الحب مو بكل شيء، بس انت تدري اني انا احبك. وقلت لك ان الحب مو بكل شيء. ليش تبغى تتركني؟ انت اللي طلبتي هالشيء، وانت اللي ابتعدتي من البدايه. بس انت تدري انا ما طلبت هالشيء ايش الا لان عندي ظروف، وتعرف ظروفي. تعرف انه ابوي مستحيل يوافق عليك. من اي ناحيه؟ مش هل انت تعرف ان انا بنت عز، وهالشيء يعني انا ما اقول ان الفقر عيب ولا ان شيء يفضح، بس ان ابوي مستحيل يوافق على الشخص بس عايش على راتب. ولا وراتبك كم يا مشعل؟ يعني حتى انا يعني استحي حتى اني اقول حق اخواني ولا اخواتي، يقولوا لي على شو تبين تاخذينه؟ اقول لهم احبه، والله اني احبه بغض النظر، ما شفت اسمه، ما شفت منصبه، ما شفت انه هو دارس ولا مو دارس، بس حبيته. هذي لأهلك، لا تفضلين أهلك علي، يعني حد منا يا أنا يا أهلك، اختاري لك شيء. تدري إن أهلي ما أقدر أودرهم، أمي وأبوي كيف أودرهم؟ في نفس الوقت ما أقدر أودرك أنت. لازم تفكر في شيء، لازم أنا وأنت نفكر في شيء. شيء ما حد سواه نسويه نحنا. شو اللي ناوي عليه؟ ما نبغى شيء مينون، وسمعتنا بين الناس. زين انا عندي جماعه اعرفهم نقدر نتفق معهم، اعتبرها صفقه، ما بنسرق حد ولا ابغاك تسرق حد، بس ابغاك تتفق معي. شو الاتفاق؟ وشو اللي يدور في بالك الحين؟ مش عال تباني ولا لا؟ تباني ولا لا؟ ما اعرف شو اقول لك، بس ما اعرف شو الاتفاق اللي تبينه، وخلنا نوقف على حل مناسب. يعني ما تباني؟ لأنك لو تباني بتبيع العالم لأجلي، ولا بتفكر في شيء، ولا بتخاف. وأنا ما أتمنى أني أحب واحد جبان خواف أو أرتبط فيه حتى. إسباني أنت. إسباني صح؟ أنا ما أعرف شو زيبت. حب الإسباني صح؟ أنا ما أعرف، أنا بس جبنا هربط بس خربط ناس. دخلت وياكم في المشهد وعشت الحالة، وشو بتقولون ما أدري أنا ما أعرف شو. زين آخر شيء بتتزوجون ولا لا؟ لا طبعا جبان، أنا الحين أبغى أسوي صفقة وياه، أبغى أسوي صفقة. شو النهاية سعيدة؟ بس يا دول واحد عنده بيزات شو أسوي؟ الدور ولد عز وأنا فقير. قلت له تعال نسوي صفقة، على النية عايش، على النية عايش. ما حد الحين أبوي النية ما تعيش الحين. زين خلاص النية ما تعيش. والله فقير. أنا يعني ريال فقير. اختبرت حبه أنا الحين قاعد أختبر الحب. هو من البداية شرد ما بطايع يسوي شيء. هو يحبك. شو الدليل؟ الحين لو أقول له أوكي تحبني، عطني دليل، عطني دليل. حارب الناس لأجلي. حارب حارب وتزوج. أما أنك أنت تقول أن أنا ما أقدر أسوي، لا معناتك ما تحب. أسفة. زين خبرونا عن أعمالكم الجديدة. حتى بهاي مجنونة وهذه شهادة يعني. والله أنا بالنسبة لي إن شاء الله، لأني صورت فيلم سينمائي العمناجي في الإمارات. نعم. كان دوري طبعا. أنت شفت الفيلم؟ ما شفته؟ لا. شكرا. المهم الفيلم انعرض في دور العرض السينمائي في الإمارات وفي الخليج. أنا كانت شخصيتي الجنية. طبعا ليش الجنية؟ أول سؤال سألته المخرج، قلت له أستاذ أحمد زين يعني جنية جنية أم جنية 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 اللي أطلع حق شباب وبهدلهم. هو فيلم كوميدي. أوكي. شباب السوشيال ميديا كانوا، الشباب اللي عندهم ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني. غريب مبدعين. إنه اختارك لأنه ويهتش يعني ما شاء الله عليك. أنا أول سؤال سألته حق أستاذ أحمد زين، قلت له أستاذ أنا ما بقول لك أنا وايد حلوة ولا عق الطير من السماء، ما يخالف يعني، ما أمدح نفسي لهالدرجة، ولكن أنت شايف شكلي صورتي؟ قال إيه شايفنا. قلت له أنت تباني في دور المخيفة هذه؟ قال ترى هاي اللعبة اللي أبغى ألعبها. هذه التناقضات أحس إن هاي اللعبة اللي ينجح، والمخرجين والمصورين أيضا عندهم وجهة نظر، ينظرون لهذه الأشياء أن التناقضات هي اللي تنجح. أول مشهد صورته طبعا ما كان هذا الشكل، كان شكل مختلف تماما. نعم. كان شكل مختلف. نعم. قال لي ما غلط لما اخترتك حق هذا الدور. قال لي تعرفين ليش؟ بقول لك السر. قلت له شو استاذ احمد؟ قال لي عندك نظره حاده، نظرتك الحاده هي اللي تجيب الرعب. نعم. يعني صح انك انت وايد كيوت وحلوه، ولكن النظره اللي عندك
نظرة وحدة تخوف. نعم. أنا قلت والله هي وجهة نظر واحترمها، فإن شاء الله في الجزء الثاني راح يتصور بعد العيد إن شاء الله. أي شهر عاد الله أعلم، لأن في تكملة للفيلم، وإن شاء الله بعد من المشاريع اللي حطنا في بالي، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. الله يوفقنا فيها على الدراما الكويتية بإذن الله تعالى. حابة أني أدخل بقوة أبرز وأثبت نفسي في الخليج إن شاء الله، في الأعمال الخليجية والكويتية بالذات الكويتية يعني. وإن شاء الله من ناحية الإعلام، أنا لنا مذيعة برنامج صباحي. نعم. صباح الخير يا بلادي على قناة سما دبي، فإن شاء الله راح يرجع بعد العيد مباشرة، وهذه من جانب الإعلام ومن جانب الفن. كل التوفيق لك عليا وأيضا مشعل، لكن الحين المفروض تروحون لقسم التراث. أكيد نحن حابين أن نروح حياكم الله. عواطف في سؤال لمشعل ما استكمله، خلي يتجاوب عندك اللي هو عن أعماله المستقبلية والأعمال إن شاء الله. اللي نسألهم بعد عن أعمالهم حالي. للعيد تفضلوا حياكم الله. يلا نصير هناك ننتقل إن شاء الله. حياك الله تفضل. هلا يا عواطف كيف حالك؟ هلا والله فيك. مبروك عليك الشهر الفضيل. مبروك عليكم الشهر الفضيل مايا. تفضلي. لا أول شيء تفضل أستاذ مشعل حبيبتي. هلا والله هلا مايا كيف حالك؟ تفضل الحمد لله بخير. هلا تسلمين يوم تسلمين. السلام عليكم أمي، إيش حالكم؟ الله الغالي حياك الله. حياكم الله يا هلا فيك. يخبرنا عن أعمالك. عليكم السلام إن شاء الله. علينا وعليك يا أمي، يعطيكم العافية إن شاء الله يا رب، عساكم على القوة دائما. نبدأ ويا أستاذ مشعل، مع إن إحنا دائما نبدأ ويا بس الإنمر هي ليديز فيرست. تعرفين قصتها؟ ليديز فيرست؟ ليكون هاي اللي كانت تنتحر. ترى عسبتش احنا ما نرضى الحين. هي يوم جايه بتموت اقول له ما ابا. يوم جايه تموت قال له انت وش الليديز فيرست، فراحت عقت عمرها هي. لا هي ما عقت عمرها. زين طلعت ذكيه. اول يوم هو عق عمره هي روحت. ها شفتي كيف عشان تعرفون، بس ان لا تقولون ليديز فيرست مره ثانيه. هي لا تقولونها، لان فيها نوع يعني، في ناس يقول والله انا ما احب، يعني في بعض الحريم ما يحبون ان احد يقولها. يعتبرونها ان فيها نوع من انواع الاهانه. اهانه. تخبرونا عن اعمالكم، عندكم مسرحيات بالعيد؟ انا قد جاوبت انا هنا. لا والله ما عندي اي عمل الحين، بس ان شاء الله باذن الله تقريبا على السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. بما ان احنا هني في قسم التراث، فبنتكلم عن الادوار القديمه، الادوار التراثيه. مثلتوا هذا النوع من الادوار؟ انا مثلت مسلسل اسمه وديمه في 2012 كان هالكلام، وهني في منطقه الفجيره في قلعه الحيل. حلو. كان عمل تراثي. حتى قلعة الحيل أكيد الكل يعرفها أن مكان وايد تراثي. بدائي بعد وبدائي ويخوف. كان يخوف. أجمل الأماكن التراثية. لا هو بس في الليل يخوف يا أخي. اليوم أنا تصوير تلفزيون الفجيرة بالليل هناك. إيه. فهني مثلت أنا، خذت دور يعني بنت، وفي نفس الوقت انتقل للمراحل الأكبر شوي يعني. كان عمل تراثي، اللبس كان تراثي، الهيئة كانت تراثية، لبس الصروال عندك البادلة ولا الخور التلي هاي من الأول، وعقصين كذي على أساس إني بنت. وأنت كنت تختارين ولا هم يعني؟ لا لا هم عندنا يكون مال أزياء، فهو اللي يختار، يكون مختص بهالشيء، هو اللي مختص على حسب الدور هذا في المسلسل. وعمل الثاني أذكر بعد ويا أستاذ أحمد الجسمي اللي هو ريح الشمال الجزء الثالث، أيضا كان عمل الكل يعرف عمل تراثي بحت يعني. وبعد أيضا قدمته باللبس هذا والستايل هاي واللهجة واللكنة الإماراتية. جميل، هذا أحلى شيء. أستاذ لا والله ما جربت هالنوع من الأدوار بعد؟ لا لا بعدي ما قدمت، بس قدمت أوبريت من هالأدوار. هو التراثي. إي التراثي، بس يعني مو بكان تراث أيوه. بس ودك تقدم؟ إي إن شاء الله بإذن الله. مروة سألتكم عن الدور اللي ودكم تمثلون، أنا بسألكم عن الدور اللي مستحيل تمثله. شيء تقول ما بمثل هالدور أنا. أي شيء عن المخدرات ما بمثل. ما بتمثل؟ مع أنه في توعية. اي في توعية، بس في بعض الاحيان تحس ان انت ما راح تقدر ان انت توصل. لا مو بن عن هذا، يمكن بعض الاحيان الاهالي ترى يلصق فيهم يصدقون السالفه يعني ان ها تاجر مخدرات، او ان هذا خلاص تم لاصقه، انك تخاف ان تتم عليك، مع انه وايد ممثلين مثلوا بعض الادوار وتمت عليهم يعني، خاصه الادوار الشريره. ايوه يعني ما ادري، ما تقبلها، ما اتمنى حد يشوفني في هالدور يعني. ها يعني ما بتمثلوا؟ انا احب اقدم كل الادوار الصراحه. ما عندك اي يعني مشكله؟ ما عندي مشكله. حتى لو شريره وايد شريره. انا مثلت شريره في او تحبين في اوراق الحب الجزء الثاني. مسلسل اوراق الحب الجزء الثاني، وتمت في ذهن وايدين وكرهوني الناس. وايضا مثلت اخر المطاف. مسلسل اخر المطاف لما انا اخون صديقه العمر وتزوج زوجها. ايضا دور شريره.
لا ما تضايقت، لان مجرد الناس كرهتني عرفت اني انا وصلت إن لهم انهي وايد كرهوني. لا لما كرهوني وقالوا لي سوري يعني علي احنا كرهناك في العمل، تراك كنتي وايد تقهرين ورأيت مشاكل وكيف في اخر المطاف لما تزوجت زوج صديقتي صديقه العمر صديقه الطفل، فحتى في الدوام في التلفزيون كرهوني قالوا لي الا عليا ماني بها بيوتنا الا عليا اللي يخافون منك على تخطفين ريايلنا. يعني نفس ما قال اخوي مشعل قبل شوي بعض الاشخاص يصدق يعني يبدا ياخذ انه صدق هذا الشخص خلاص تم في مخه. فبس انا بس انا احب انه مثلا هو قال مثلا الحين عن ادوار هاي اللي مثلا ياخذ دور انه مخدرتي ولا شو ما كان او يتعاطى او شيء، اذا كانت فيها رساله ساميه اوكي وشفتها في اطار عاداتنا وتقاليدنا، يعني في اشياء يعني ممكن ما ترضينا نحن كمثلا انا كبنت البلاد مثلا يجيني شيء مشاهد معينه لا المفروض ما اسويها الصراحه، فانا انا بقول لا انا ضد هذا الشيء انا ما اقدر اسويه مثلا، فبس هي باقي الامور العاديه الامور طيبه. بما انكم اليوم قسم ثلاث اول شيء تفضلوا شو نحن لا هذيك اللي في النص اللي في النص اللي في النص بعيد عليه وهذه بعد دلة القهوة هذه عندك انت ما شاء الله عليك. بما ان في قسم التراث استاذ مشعل عاده زميلتنا سهام الله يذكرها بالخير ونمسيها بعد بالخير تسوي اختبار للضيوف انها شنو هذه شو اسمها اختبار لبعض الاشياء التراثيه جفير صح امي خالتي لا جفير غطاء هذا ما غطاء غطاء جفير عين شو يكون لا مو شينا شكل هذاك هذا ما مسوي هذاك معلق زين انا عمدن قلت عشان عشان تتعرفين هي عشان حتى تعرف لك في وايد اشياء اروم اختبرك فيها لا لا تختبر انا اذا قاعد عندي اعرف اذا بالصور شي ما اعرف لا توهقيني هذا السرود صح مي؟ لا تقولي لا هذا السرود ايوه صح لا امورك طيبه ما شاء الله هذا المدخن امي اوكي عرفنا صح وهذاك هذيك يبه بعد يبه بعد لحظة هذا الشيء بعد يسووه من سنين يسووه في الملابس يسووه فيها لا لا هذه هذه ماشي كباتي أول يسووه بهذا يوم تيابهم هذا ها هي أول هي شو اللعبة خلاص كيرم بس هاي لعبتنا هي هذه سهلة هي لعبتنا شاطرين فيها احنا قبل كنا بنسوي فيها تحدي بعد بين ال والله ما شاء الله عليهم لأن الكل الكيرم حلو الكيرم الألعاب الحلوة بعد أخوي مشعل شو الألعاب القديمة اللي تحبها؟ ألعاب قديمة ألعاب شي أشياء تراثية خلينا نقول. ما يصب لك قهوة؟ مشكورة بنتي. ما أذكر إلا حبقة كيف. غير الكيرم بعد ما عدنا. بسم الله عليك. تستمر السهرة للصبح بعدين. تسلم إيدك أنا ما بردت مشكورة. أصب لكم جماعة حد يبغى قهوة؟ حبيبتي تسلمين المفروض ضيفتنا إحنا اللي نقهويك. أنت بتقهوينا يعطيك العافية. زين. خبريني عن ألعاب قبل. ألعاب الأولية غميضة. كنت احب العب هذا الحين لو تسالين الحريم الكبار غميضه يقول لك لا هذه مو العاب ليش ما الاول هاي الالعاب الاوليين انا لاحقه عليها والله وبعد عندك شو يسمونه القحيف كنت احب العب قحيف الغميضه الحبل يعني هاي كانت العاب البنات يعني نقدر نقول عنها يعني يعني غير عن العاب الشباب اللي برا يعني اللي هو على البحر وهذه يلعبونها هاي غير بس نحن هاي الالعاب اللي كنا لعبنا بسيطه هي بسيطه في البيت ثاني وين بتصيرين تلعبين او عند باب عند الفريج عند الحوش يعني فاكثر شيء كنا الغميضه يسمونه اللي قلت لك عن القحيف اكثر شيء كنا نحبها يعني نتسلى فيها وكنت احب ايضا كنت بقول والله شيء بس ما ادري نسيت من الالعاب ما ادري والله شيء كان في بالي هي بقول لين تتذكرين اتذكر هسه بشلق بما ان ما شاء الله عليك حبيبتي هذيلا بما انك ما شاء الله عليك تتقنين يعني تصبين قهوه عدل وتجيش بالاكل بعد كيف طبيخه طبيخه بالاكل التراثي ولا مش على اللي بيكون شاطر في الموضوع منو انا لا وين مو انا ما اعرف صراحه ولا شيء يعني اعرف اسوي الاشياء البسيطه اللي من خال لا تضحكي مسعيده تعلمك الحين وفضيحتي وفضيحتي لا يعني يعني هي يعني عندي افكار بس ما اعرف اطبخ صراحه يعني ليش اجذب مو زين الكذابين يروحون النار لا بتعلمك ما عليك خالتي ام سعيد كل مره تعلمنا والله من هي يا ريت والله خالتي هالناد بعد كل مره يعلمونا شيء بديت طباخه والله اكيد يعني طباخه جربتوا الجيمات صح؟ هي لذيذه يعطيكم العافيه والله بالعافيه والله والقهوه بعد حلوه بما ان يعني نرجع للمسرحيات ونرجع لموضوعكم المفضل اتوقع بما انكم ممثلين وانت اعلاميه
تحبين الإعلام أكثر ولا التمثيل؟ ولا سؤال شوي صعب؟ لا لا مساعة سألتني أنا مروة قلت لها هذا ما يختلف عن هذا هذا ما يختلف عن هذا بالنسبة لي أنا ولكن أنا حبيت التقديم حسيت كنت قاعدة أمشي فيه حضوري يعني مثلا أكون صاحبة المكان يعني الاستوديو هذا ملعبي او المكان هذا او حلقتي صح. اليوم هذه اليوم تبين تستلمين قسم التراث اي مكانها مكانها لعبتها قبل لا ندخل قلت يعني لعبتها يعني شوفي انا قدمت برنامج النيشان على قناه الشارجه اول سيزن اول مرحله اللي كانت عندهم اول حلقه هذه السيزن الاول قدمته حبيته هو برنامج تستفيدين طبعا بالنهايه انت قاعده تقرين اشياء انت ما كنت على درايه فيها صحيح. وقاعده تتعلمين كل يوم شيء وتثقفين نفسك فيها عقب لما جيت على قناه دبي سما دبي خلاص قمت اقدم الاشياء المتنوعه متنوعه بشكل كامل يعني تكنولوجيا عندك اشياء اللي تخص الرياضه معنا ما اقتصاد قدمته مو ما يخصني ولكن جميل حلو التنوع حلو بما انك تكونين جوكر حلو انا وايد احب انه واحد يكون جوكر كل مكان تحبونه استاذ مشعل معاها ولا يعني بما ان الحين قاعد نشوف انه وايد ممثلين صاروا اعلاميين والعكس صحيح والعكس صحيح يعني بتدخل من هذا المجال لهذا المجال معاها لان شيء طاقه حلوه بعض الاحيان عندك طاقه تبين تطلعينها في كل مكان وشيء حلو يعني بالعكس انا اشوفه ايجابي ان انت اي ما فكرت تقدم برنامج او يعني كنا انا ما ياتك عروض بس تحب انك تقدم اي احب اقدم باذن الله بقدم ان شاء الله اي ما احنا دائما نركز على الاشياء القديمه فتحسون ان شهره قبل الفنان كان يعاني اكثر عشان يوصل الحين صار في بساطه في سهوله ان انت تقدر تنتشر تقدر توصل للمشاهد استغليتوا هالشيء يعني وسائل التواصل الاجتماعي هذه الاشياء تساعدك ان انت توصل اعمالك او توصلين اي نعم هو طبعا يعني الحين في عصر التكنولوجيا السريعه نحن يعني صرنا عواطف يعني اكيد الواحد الحين مجرد قاعد مثلا عنده عمل على طول يعني بينشره على الانستغرام على السناب شات على السناب وراح يحطه تويتر تحسين مفيد بيحطه عشان هو يعرفون الناس ان هذا الشخص عنده شيء راح يقدم أيوه. اوكي قبل الناس كانت تعاني ولكن انا مع اني قبل ليش لان ما كان عنده يعني مثل ما انا قلت مساء حتى حق مروه انه قبل كان واحد يتعب على نفسه صحيح يبى يوصل رساله الحين صار كل سهوله وحده او واحد لانه هو مشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي في الشنيستا اللي يسمونهم اوكي خلاص قام واحد يسقرهم في عمل مسرح او عمل صحيح يمكن هو ما عنده خبره وهو مش ملم بس صح. اللهم لانه هو مشهور وعنده نسبه مشاهدات عاليه فقالوا يلا تعال امثل انزل لحظه يا بابا انت عرفت ان هذا اوكي عنده اللي قاعد يقوله على السناب مختلف تماما اللي بيقوله كرساله صح. بيوصلها صحيح اوكي صحيح. فقبل كانوا الناس تعاني الممثلين اساتذتنا نحن اللي نتعلم منهم اليوم يعطيهم عانوا لين وصلوا للمكان يمكن واحد يوصل تعبوا وسهروا الليالي وفي ناس مرضت سبت المسرح والاخراج وكذا يعطيكم العافيه نحن نشكر لكم وجودكم ويانا اليوم من هنا نحن لا تتمون يا سيدي تقلون وفوالتنا موجوده تعالي يا نبي الجلسه هنا احلى انا شوف والله شهاده اعتز فيها مستانسه نشكركم قاعد اشوف وقتنا خلص للاسف شيء الوقت مر بسرعه نرجع لمروه يعطيكم العافية ولا ويعطيكم العافية خالاتي مشعل مال الله نورتنا اليوم ممثل أكيد أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الفنية علياء المناعي أكيد التوفيق لك في مسيرتك الإعلامية والفنية نورتونا اليوم في استوديو فوالا مشكورين يعطيكم العافية فعلا أنا أحب أشكر الجميع القائمين على برنامج فوالا في قناة الفجيرة ويعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة الجميلة شكرا لكم أكيد مبين إن على استضافة والقهوة هني شكرا ما قصرت ومشكورين يمايا ما قصرتوا على الكلمات الجميلة والجديدة شكرا للجميع وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة قدوم العيد عيد فطر سعيد شكرا نورتونا مشاهدينا ترينا باكر في نفس الموعد في أمان الله.